الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 لهذا اليوم السبت الموافق 15 من أغسطس 2020 كالتالي: هناك 472 عينة تم فحصها، إصابة واحدة جديدة سجلت بمدينة أنجمينة، 2 حالة شفاء، ليرتفع العدد الكلي إلى 864 حالة شفاء، 0 حالة وفاة، ويبقى عدد الوفيات 76. هناك 12 حالة مرضية تحت العلاج. المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شوا أوشيمي. مشاهدينا الكرام.